رياضة الانزلاق على الحبل فوق واد عميق من أجمل النشاطات في قرية سميحيقة بريف القدموس، لما تملكه هذه القرية من تضاريس مناسبة لهذا النوع من الرياضات. الجريح يامن سلوم مع شريكه قررا إنشاء هذا المشروع السياحي الرياضي والذي حمل اسم عشق سوريا. هو عبارة عن كابل بيربط بين جبلين على ارتفاع مثل ما شايف عالي كثير، يعني في نوع من المغامرة. النوع الرياضة هي لاقت الاقبال شعبي عليها صدقا، هي سياحة شعبية رخيصة، يعني نحن ارخص شيء بالعالم بسوريا هو الزيبلاين. يعني بالنسبة للمنطقة هو مثل ما احنا شايفين الخضار الواسع طبعا وجمال الطبيعة بيجذب كل الأشخاص، نتمنى كل الناس تجي تجرب المنطقة عنا هون وتطلع علينا وتشوف الجمال الطبيعة والقاعدة الحلوة بس التجربة أهم شيء، هي كثير مغامرة وحلوة كثير كثير، يعني ندعو كل العالم تجي تجربها. مشروع رائد على مستوى سوريا وأخذ يعني يمكن هو كان أول مشروع، فكرة مشروع بتكون هي الذهاب والإياب بالانزلاق على الحبل، بعدين صار في له ونحن عم نحاول جاهدين إنه نطور المشروع أكثر وأكثر. استقطبنا السياح من كل مناطق سوريا ومحافظاتها وبيجوا لعنا وبيعيدوا. تلك الرياضة تعتبر من أكثر أنواع الرياضات إشباعا لشغف المغامرة وسط طبيعة خلابة، ما جعلها تجذب السياح من كافة مناطق سوريا. جايين من دير عطية وهي التجربة كتير حلوة وكتير مستمتعين فيها. مشروع كتير رائع وأنا بنصح الكل يزوره، كتير نحن بحاجة هيك شيء وإن شاء الله عم يتطور أكثر ببلدنا الحبيبة سوريا. ما شاء الله جو حلو وطبيعة حلوة واجتهادات حلوة بهالبلد. جاي من حما نعيش هالتجربة بقدموس، مغامرة كتير حلوة. مغامرة كتير حلوة وأنا أول شيء كنت خايفة بس بعدين قطعت وإنه أكثر من مرة وكتير حلوة. شيء بجنن وأول مرة بجرب بهذا الشيء، خفت أول شيء بس بتجنن، هلا بدي أرجع عليها مرة ثانية. جايين لأهل حلب مشان يعيشوا هالتجربة الحلوة، أنا سابع زيارة لألي، عن جد تجربة بشجع الكل إنه يعملوا هالتجربة. وتساهم هذه المشاريع بخلق فرص عمل جديدة وتفعيل الحركة السياحية الشعبية في ريف القدموس والذي يملك كل المقومات الطبيعية ليكون مقصدا سياحيا هاما. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.